حورية إدهام سليمان من ليلان، من قرية ليلان. شوف العيد ولا شيء، لأن الواحد تارك بيته، عيد ما في. نبي هالسنة نرجع لبيوتنا، نرجع لبيوتنا والله يعطينا الأمان والاطمئنان، وإن شاء الله ما يظل لا حروب لا شيء. كنا بنعمل الحلو، كنا بنقدم البسكويت، نقدم الكراميلة، هلا ما فينا، ما فينا نقدم أي شيء، لأن وضعنا تعبان، ما في لا رواتب لا شغل لا شيء. بس علي يشتغل بالخضرة اليوم، بكرة بعد بكرة ما بيقدر يشتغل، خضرة غالية. حبيبي عزت خريك طوي الأشكال والألوان الحلويات من كل شغلة، ويوم جينا على راس العين زادين، يعني مو مثل يعني عفرين يعني تخلف، وين زاد نسوي كليش، نسوي كل شغلة يعني حلويات مشبك، شو تريدين نسوي؟ لا بي يعني لا بي فرن، لا بي تعرفين أدوات، لا كل. نتمنى نرجع على وطننا، فيها كل شيء، جنة جنة جنة، شو تريدين موجود. فوز الخليل شلون شايفه بجو العيد؟ بعيدين عنا هني مشردين، لا عيد ايش يمر على هالولاد، لا بين اهلهم وخوالهم وناسهم، كل واحد صار تحت نجمه. ايش عيد؟ لا عيد ولا شيء، حزن علينا والله العظيم حزن. تهدمت بيوتنا، تخربت بيوتنا، ايش ضل علينا؟ امنيتنا انه الله يفرجها علينا ونرجع لبيوتنا، هاي امنيتنا بس بهالعيد. نقول بك الله رب العالمين انه على هالعيد ان شاء الله، بعد هالعيد الله يفرجه ونرجع بس.